السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد أحمد أبو زينة، دكتوراه التخدير والعناية المركزة الجراحية، ورحب بحضراتكم في هذا الفيديو التوضيحي تحت رعاية كاملة من شركة زيتا للاستشارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية المدينة المنورة. الهدف الأساسي من هذا الفيديو هو التعريف بالجهاز وأحجامه وأنواعه وكيفية تحضيره وكيفية العمل به واختباره قبل العمل به على المرضى لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة للمرضى. الجهاز اللي احنا إن شاء الله بصدد التعرف عليه أمام حضراتكم على الشاشة، الباكج مكتوب عليها CBI plus PCA. CBI تعني Continuous Basal Infusion، والPCA تعني of course Patient Control Analgesia. هذا يعني إن فكرة الجهاز إنه بيدي Infusion Rate Run All Over The Time Under Full Control of The Machine. Patient Control Analgesia تعني إن المريض لديه القدرة على الحصول أو طلب جرعة زائدة من العقار لتسكين الألم وبصورة آمنة وتحت إشراف وسيطرة من الجهاز عن طريق تحديد الجرعات بأزمنتها المختلفة، بحيث أن يكون آمنة للمريض زي ما قلنا بكده، تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمرضى. بطبيعة الحال سيطرة الجهاز نعني بها هنا ما تم ضبط الجهاز عليه من قبل طبيب التخدير. كمان في البداية لابد أن احنا نتأكد من الصلاحية المكتوبة على الجهاز قبل فتح الباكج. الجهاز زي ما هو أمامنا الآن في الفيديو، أول ورقة مكتوب عليها Disposable Infusion Pump Instructions، وده البنفذ اللي فيها بعض الانستركشنز الخاصة بالجهاز. ثم بعد كده الجهاز في الحزام أسود اللون لتعليق الجهاز حول رقبة المريض أو على الكتف حسب رغبة المريض لضمان السهولة ومرونة الحركة بالمريض طوال فترة حمل الجهاز. الآن بنفك كل الستيكرز ونشيل كل الملصقات اللي موجودة حوالين الجهاز وعلى اللاين بتاعه لضمان فرد الجهاز بالطريقة المناسبة لشرح جميع أجزائه والتعرف عليها بمنتهى السهولة واليسر. ما يلي الحزام مباشرة هو الكونتينر اللي بيحتوي على العقار اللي سوف يعطى للمريض. يليه مباشرة الانجكشن بورت اللي لونها لايت بلو، ومن خلالها بنحقن العقار داخل هذا الكونتينر. بعد كده بعديها مباشرة يليها مباشرة سويتش أزرق، ده لإعطاء الإمكانية من قفل اللاين كله أو فتحه حسب مشيئة ورغبة المريض. نمشي في اللاين الأخير هنلاقي قبل النهاية بقليل بنلاقي في فلتر ولونه أبيض واضح في الشاشة، ثم بعد كده في سويتش موجود السويتش عليه كفر أحمر، هو السويتش لونه أزرق في جسم أبيض، وده مكتوب عليه الجرعة اللي ممكن أعطاها بالبريشر أو بالكليك على هذا البيشنت باتون. البيشنت باتون سويتش دوت هو الجزء الخاص بإعطاء جرعة زائدة للمريض عند الاحتياج حسب رغبة المريض وبطريقة معينة نتطرق لها لاحقا بإذن الله. يبقى الجهاز بيتكون من كونتينر، الكونتينر بيحتوي على عقار، ثم بعد كده الانجكشن بورت او الفيلينج بورت شايفينها لايت بلو، بعد كده سويتش بيتقفل وتفتح عشان نقفل اللاين زي ما احنا حسب رغبة المريض. بعد كده بنمشي في اللاين برضو تاني بنلاقي ان البيشنت بريس باتون ده موجود، وبعد كده at the end of the line هيكمل الاي في كانولا. نبص على الجهاز مرة كده هنلاقي ان الجهاز مكتوب عليه 275 ملي والريت بتاعه 5 ميل بير اور، ودوت الحجم اللي احنا بصدده. بعد كده هنتكلم في هذا الموضوع بعدين. وكذلك البيشنت بريس باتون ده مكتوب عليه نص ام ال افري 15 مينتس، واللي هو القدرة اللي المريض انه يقدر يعمل كليك عليه او بريشر عليه مرة كل 15 دقيقة. في خلال ال 15 دقيقة اللابس او الانترفن اللي موجود ان التو بريشرز الجهاز ما يشتغلش حتى المريض ضغط عليه مرة واثنين وثلاثة، الجهاز لن يقوم بإعطاء المريض أي جرعات زائدة. وآخر اللاين طبعا في الكونكشن مع الاي في كانولا للمريض. طبعا الكونتينر بتاع الجهاز فيه منه أحجام زي ما ذكرنا سابقا مختلفة. الجهاز اللي احنا بنشتغل بيه الآن في الديمو هو عبارة عن 275 ملي بيدي 5 ml per hour. في الأجهزة الأخرى أحجام مختلفة وبتدي ريت مختلفة عن كده. كذلك البيشنت بريس باتون نفس القصة بيدي أحجام مختلفة وكمان أوقات زمنية مختلفة، ولو الأوقات الزمنية بالنسبة للبريس باتون محدودة جدا، يا إما 10 دقائق يا إما 15 دقيقة بأقل تقدير وأقصى تقدير. ننتقل الآن في هذا الفيديو التوضيحي إلى الجزء الخاص بكيفية تحضير الجهاز للعمل.
يتم سحب المادة العلاجية أو العقار من الأمبول الخاص به بواسطة سيرينج، يفضل يكون حجمها لا يقل عن 50 ml. وبعد سحب المادة نعمل ديليوشن لهذا العقار بنورمال سالين إلى أن يصل الحجم الكامل إلى 50 ml، ومن ثم نبدأ نفتح الفيلينج بورت ونقدر نحقن إن هذه المادة داخل البي سي اي ماشين، ونلاحظ أن الساكت اللي موجود بالداخل يتم امتلاؤه تدريجيا. تلاحظ وجود فقاعة هوائية، فنعيد سحب المادة مرة أخرى وإعادة حقنها بعد التخلص من الهواء الزائد أثناء الحقن لنتأكد عدم وجود فقاعات هوائية داخل البالون. وبطبيعة الحال نقدر نعيد هذه الخطوات مرة أخرى بنفس الترتيب وبنفس الطريقة مع كل عقار يتم وصفه عن طريق طبيب التخدير أو طبيب المعالج الخاص بكل حالة على حدة. وما ننساش برضو أن احنا نزيدهم إلى 50 ml نورمال سالين، ثم برضو فتح الفيلينج بورت وإعادة الحقن والتأكد من عدم وجود فقاعات هوائية داخل المحلول الذي يتم حقنه لضمان وجود الحجم الخاص بالجهاز، حجم كامل من العقار المطلوب حقنه للمريض لتسكين الألم بعد العمليات الجراحية. أثناء إعادة هذه العملية على جميع العقاقير المطلوب حقنها، لابد أن نؤكد أن كل عقار يسحب على حدة في سيرينج 50 ml، ونزيد المحلول إلى 50 ml نورمال سالين حتى يتم تقليل تركيز العقار اللي موجود في كل مرة. والحقن يتم كل عقار على حدة لضمان عدم وجود أي ترسبات أو أي تفاعلات بين الأدوية المطلوب حقنها داخل الجهاز، وإعطائها للمريض الهدف الأساسي وهو تقديم خدمة تسكين الألم بعد العمليات الجراحية والولادات. كمان أثناء تحضير وملء الجهاز لابد من التأكيد على قفل السويتش الأزرق اللي هو مباشرة يلي الانجكشن بورت أو الفيلينج بورت أثناء عملية الملء. وفي نفس الوقت لابد انه نتاكد ان الكميه اللي تم ملء بها الجهاز هي مطابقه تماما لما هو مكتوب على الجهاز، زي في حالتنا الان 275 ml. واذا كان بحساباتنا اللي احنا حققناها فاضل 20 سم فاضل 30 سم ايا كان المحلول الفاضي او الكميه الفاضله لاكمال 275، لابد من اكمالها بنورمال سالين حتى يكتمل الحجم كاملا 275 ml. في حالتنا هذا تم حقن 15 الى 20 ml زياده بعد حساباتنا، وجدنا ان الجهاز ينقض هذا الكميه الى ان يتم اضافه الموضوع واكماله الى 275 ml. وبعد كده تاكيد على الجهاز انه ليس به فقاعات وضعه فيرتيكال، نتاكد من هذا الموضوع، ثم نضع الجهاز ونبدا فتح السويتش الازرق. طبيعة الحال بعد فتح السويتش مباشره سيتم سريان المحلول من البي سي اي ماشين او الكونتينر اوف ذا ماشين داون تو ذا لاين. وطبيعة الحال بعد فتح السويتش هنجد ان الانفيوجن بدا يسري through the line down to the connection to the IV line of the patient. هنتاكد بمروره بدون فقاعات هواء من بعد السويتش، مرورا بالفلتر الموجود وايضا ما يليه من البيشنت سويتش، انتهاءا بالسايت اوف كونكشن وذ ذا بيشنت. بعد ما تأكدنا من ملء الجهاز وجاهزيته للعمل الآن، هتم اختبار الجهاز بطبيعة الحال لضمان فعالية آليات والأمان المفروض موجود في جهاز البي سي اي لضمان حصول المريض على الجرعات بصورة محكمة وكما هو مخطط له. هنلاحظ أمامنا أن الجهاز الآن زي ما هو واضح في الفيديو بدأت الدروبس تبدأ تنزل من الجهاز، وهنعمل بريس علينا. ونلاحظ الآن مع البرس بتاع البيشنت بيتم حقن كمية أكبر من المحلول. زي ما احنا شايفين الآن الجهاز بيقوم الدروب بتاعه الكونتينيوس بيزل انفيوجن ريت بتاعه، بنشيل السيفيتي على السويتش ونشوف الانجكشن الآن في هذه اللحظة نزلت نص ام ال موجودة أمام حضراتكم الآن، وهذه عبارة عن الكمية المصرح المريض بها إعطائه لنفسه عند الحاجة وعند الإحساس بألم. كده ضمننا هذا الجهاز إن الجهاز يقوم بهذا الشأن. ومن ثم سنعيد الآن هذه التجربة ونؤكد إن مرات عديدة على ضغط على الجهاز، زي ما واضح لحضراتكم على ضغط البريشر سويتش، إن الكمية أمام حضراتكم في الفيديو النص ميل لحاله والدروب لحالها، وبعد كده الجهاز مهما ضغطنا عليه
يبقى في دروب. هنا السويتش ممكن نقفله ويبقى كده الجهاز ready for use at any time for the patient. كده الجهاز جاهز للعمل، كده الجهاز في أمان، تم اختباره، تم تقييمه، تم التأكيد على كل الفعاليات وكل معايير الأمان والسلامة في الجهاز، وكده الجهاز يبقى كامل وجاهز للعمل. تمنياتنا للجميع بالشفاء، وأرجو أن يكون الفيديو واضح، وإن شاء الله إذا كان في أي ملحوظات، أي استفسارات، أي طلبات، أي معلومات أخرى غير اللي موجودة في هذا الفيديو التوضيحي، إن شاء الله أكون ممتن جدا لحضراتكم أنكم تبلغونا وتحطوا الكومنتات المطلوبة. وكمان يا ريت إذا كان محتاجين نعرف آليات أخرى والمقارنة بين هذا PCE ماشين والآليات الأخرى لتسكين الألم لمرضى الجراحات أو الآلات الطبيعية أو القيصرية، ممكن إن شاء الله نقوم بتوضيحها من خلال فيديو آخر بحول الله. نشكر أولا شركة زيتا للاستشارات الإدارية على السبونسرينج لهذا الفيديو التوضيحي، جزاهم الله ألف خير ويكون في ميزانات حسناتهم. في نفس ذات الوقت أشكر حضراتكم جميعا لحضور هذا الفيديو التوضيحي، ومع تحياتي لكم وتمنياتي لكم بكل خير، ونشكركم وإن شاء الله في انتظار حضراتكم في فيديوهات إن شاء الله قادمة. السلام عليكم.